بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، إذا في هذا الفيديو غادي نحاول ندير واحد التمرين حول النظمات كيتعلق ب تمرين التمرين تاع الطرف الجهوي ديال الدار البيضاء ستار ديال 2016. النظمة اللي عندنا هي 4 إكس ناقص إيكغيك تساوي 16، 3 إكس زائد 4 إيكغيك تساوي 19. إذا هنا نستعمل مثلا الطريقة التألفية، طريقة التأليفة الخطية. إذا كنلاحظ بأن 4 إكس ناقص إيكغيك تساوي 16، 3 إكس زائد إيكغيك تساوي 19. إذا جمعنا هذا الحد مع هذا الحد، هنا ناقص إيكغيك زائد إيكغيك، هادو متقابلين، إذا جمعناهم عيطنا صفر، غادي نخلصو من إيكغيك ومن بعد نسوو إكس. إذا نجمع طرفي معادلتين، هنا غادي نسموها واحد وغادي نسموها جوج، واحد و اثنان، ونحصل على إذا 4 إكس ناقص إيكغيك زائد 3 إكس زائد إيكغيك تساوي 16 زائد 19. إذا هذا زائد هذا، هذا زائد هذا، وهذا زائد هذا، نجمع الطرفين. إذا 4 إكس زائد 3 إكس نجيب واحد 3 إكس ناقص إيكغيك زائد إيكغيك تساوي 16 زائد 9، تعطينا هي 35. تعطينا 7 إكس، 3 إكس زائد 7، 7 إكس ناقص إيكغيك زائد إيكغيك هي 0، 35. 7 إكس تساوي 35. باش نخلصو من 7 إكس نقسمو 7 إكس على 7 الطرف الأول، حتى 35 نقسمو على 7. هنا نقسمو 7 تبقى لنا إكس تساوي 35 نقسم على 7 هي 5. ثم هنايا اللي نعوض مثلا إكس بخمسة في المعادلة واحد، إذا عوضنا في المعادلة واحد غنحصل على إذا 4 ضارب 5 ناقص إيكغيك تساوي 16. 16 نجيبو على الطرف و إيكغيك نحولو على الطرف الآخر، 4 في 5 هي 20، غادي نجيبو على تولي ناقص 16 تساوي هنايا عندو هنا تولي لنا هي إيكغيك، نشيلو ناقص 16 فهي 4 تساوي إيكغيك. منه حل النظمة هو الزوج إكس اللي كتساوي 5 و إيكغيك كتساوي 4. إذا هذا هو الحل ديال هاد النظمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.